Sekali lagi saya mempersilakan adik Ahmad Najib untuk menyampaikan bacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعون بالشر دعاءً بالخير وكان الإنسان عجولا ويدعو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ النَّجْمِ مبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلا تفصيلا وكل إنسان أجزناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله.